السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. الله يسعدكم، استمتع في وسع كبير جدا، براح كبير، الله يبرح علينا وعليكم ويوسع علينا وعليكم. فخليكم معنا اليوم في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات. اليوم واحدة من السيارات اللي فعلا يعني حاسس أنه أنا صغير جوا السيارة، لأنه عادة عندي الأزمة أنه أنا عامل زي الديناصور اللي طلع من البيضة، فبعد ما كبر يبغوا يرجعوا جوا البيضة تاني، أو في بعض الناس يحبوني مرة جدا، يقول لي تعامل زي الجن اللي طالع مع قمقم، أقول له شكرا جزاك الله خير، فبيرجعوا في القمقم تاني أو الفانوس. فخليكم معنا اليوم، معنا هيونداي ستاريا، سيارة جميلة، سيارة لطيفة فعلا، فيها مواصفات رائعة جدا، أبدعت شركة هيونداي فيها من الإنجاز والمستقبل اللي رايحين فيه. خليكم معنا اليوم نشرح لكم على الجميلة دي. طب معلش عشان يا جماعة الخير شوية، الله يسعدكم، أنا كده تعبت من المقدمة، ححط راسي وأنام شوية وأريح. شو الواحد ياخذ راحته تماما. يلا مكملين معكم، خليني آخذ لي غفوة صغيرة عبال ما يظبطوا الكاميرا. الآن الله يسعدكم، هيونداي ستاريا. طبعا السيارة هذه في تصميمها وفي اسمها وفي كل شيء ملاحظين انه اخذين فكرة اللي هي الغسق او تدويرة الكورة، لما من الفضاء بتشوف دوران الكرة الارضية كده شوية او الغلاف الجوي، فاخذينها شوية بهذا الستايل. شكل السيارة فضائي، انا اعتبره هذا السيارة مفروض فعلا يكون الرواد الفضاء اللي طالعين في صواريخ للفضاء، هذه تكون وسيلة تنقلهم، لأن شكل السيارة فضائي مستقبلي. هذه السيارة جاية بديلة عن هيونداي اتش 1. خلينا نخش في لغة الأرقام ونختصر الموضوع على طول. طيب السيارة مقارنة بهيونداي اتش 1، خلينا نتكلم أرقام. الشاصي أطول ب 72 ملي، ما شاء الله الاتش 1 أصلا فارعة الطول، هذه أطول ب 72 ملي. عندكم طول السيارة هذا الشاصي، طول السيارة أطول ب 103 ملي وأعرض ب 57 ملي، فهمت علي كيف؟ الله يسعدكم. والارتفاع كمان عندنا أعلى. الحلو في السيارة على قد ما أنه الارتفاع عندنا أعلى، كمان جاي مركز الثقل فيها منخفض، الماكينة بالبلاتفورم بالشاصية تحت مبتدية على شاصية سانتا في مع تعديل. طبعا في بعض الناس يقول لك لا شاصية مختلف، جماعة الخير كمثال لما تأخذ شاصية كامري بعدين اطلع منه شاصية الليكزس او الافالون، هو نفس الشاصية، بس كانك تشوف اخوان توام، بس واحد فيهم اطول من الثاني مثلا بكم سنتي او بكم ملي، فطالما يعتبر نفس الشاصية بس اطول او اكثر فهو في اساسه واحد، فهمت علي كيف؟ التطويل التقصير هذه موضوع جانبي، زي واحد لونه افتح من واحد، فهنا في علم الهندسة عندهم الشاصية واحد اللهم انه اطول، فهنا جايب سانتا في بس ما شاء الله فرق الطول مرعب. مساحة داخلية بالأطنان، دلع داخلي بالأطنان. الأسعار اللي بتكلم بنبتدي من حوالي تقريبا ما خانتني الذاكرة بس حكتب لكم هي طبعا قبل الضريبة، لأنه ضريبة تفرق في ثلاثة وكلاء، فأرجوكم كمان نراعي الملحوظة هذه، لأنه الأسعار والمواصفات تختلف من وكيل لآخر. فبنتكلم بنبتدي يمكن حوالي 108,000 تقريبا، 109,000 إلى 149,000، طيب قبل الضريبة، ضيفوا عليها الضريبة. فئات مختلفة، في فئة منها تيجي فيول سيل، حينزل منها فئة فيول سيل، في فئة منها فان حق بضائع، وهذا فان ركاب. المنافسين عندنا الهوندا الأوديسي، عندنا بنت عمها اللي هي الله يسعدكم الكيا جراند كارنيفال، فبس هذه بصراحة الحجم صادم. في فئة لسه حينزلوا منها كمان بريميوم، جاية كده أعلى من فوق، السقف أعلى وشاشة 25 إنش في فوق ودلع، وتحس نفسك راكب كده في طيران درجة أولى فيرست كلاس. طيب الآن تكلمنا على أبعاد، نجي عندنا داي رانينج لايت، الإضاءة النهارية. في ناس كثير تلخبط الإضاءة النهارية دي، هذه إضاءة نهارية اسمها داي رانينج لايت. الجماعة اللي في الليل كاشخين فيها إنه لا هذا النور كفاية سهاري، ده ما هو نور سهاري، هذا نور نهاري.
النور. الله يسعدكم في الليل لازم تكون الإضاءة كاملة. فالجماعة اللي بينسى يحط الزر على الأوتو أرجوكم لا تنسوا. والجماعة اللي ناويين يحرقوا دمنا ويجلطونا لأنه ماشي في الظلام ولون السيارة غامق والدنيا الشوارع ظلمة محسسني إنه طائرة شبح ستيلث مود، يعني ما نعرف إيش أقول لكم، بس يعني الرحمة حلوة الشوارع للكل، فلا تشغلوا الإضاءة عندكم الله يسعدكم. مو كونه العداد نور عندك معناته النور شغال برا، لازم تشغل النور. طيب المحرك يجي محركين 6 سلندر الأزيرة 3000، تلاقوه على الأزيرة والكادنزا وغيرها. 6 سلندر 3500 سي سي تنفس طبيعي، وعندنا الجير بوكس 8 سرعات. تجي دفع امامي الديزل، اتمنى يجيبوا ديزل هنا، يجي دفع امامي او رباعي، اذا حابب رباعي يجيك رباعي. وانا اعتقد هذه ميزه يا ريت حطوها كمان في الدفع البنزيني، يكون في دفع رباعي، اعتقد انه حيكون شيء جدا رائع. هذه المقدمه اللي بتشوفوها بالإضاءة هنا كده كاملة، ما شاء الله عندنا هنا 8 لمبات LED. طيب هذه تعرفوا انه الفئة البريميوم والفئة الأعلى، لو لقيتوها بس انه لمبتين بدون هذه حتعرفوا انه الفئة الأقل. زي ما قلنا كاميرات 360 درجة، وأنا ماشي بتديني تنبيه مناطق عامية، بتديني كل شيء ما شاء الله، رجوع للخلف تنبيه إذا فعلا أنا ماشي وقربت من السيارة اللي قدامي تبتدي هي تفرمل. احيانا في السائف الاشاره كنت واقف وحطت الجوال على الشاحن وكنت بس ابى اجيب ورقه عشان ابى اقراها حاجه بسيطه واقف في الاشاره، فادتني تنبيه السياره اللي قدامك مشيت امشي، يعني بالله لا تنام علينا الله يسعدك، قوم امشي السياره اللي قدامك مشيت عشان الناس اللي وراك في الاشاره ما تتاخر عليهم. معنى تقدر حاجه جدا رائعه، لانه بعض الناس تحسه في الاشاره بيقرا الجوال وبيقرا الجريده وبيعمل اجتماعاته ونايم جوا السياره واحنا واقفين في الناس، انا تضطر تدي له بواري قوم امشي. طيب فهذه كلها لمسات جميلة تكون موجودة في السيارة. حنوريكم شكل الإضاءة. إيش في عندنا شيء تاني؟ خلينا نتكلم هنا الجنوط، في 17 وفي 18. مقاس الجنوط 18 235 على 55 ار 18. شكل الجنط هذا ولو اختلف اللون هذه الفئة الأعلى، إذا اختلف شكل الجنط فهي الفئة الأقل. طيب عندنا خلينا أوريكم شيء تاني، خلينا بريموت كنترول نلعب، حقرب شوية. تقدر تشغل السيارة من هنا، تفتح الأبواب اليمين والشمال، تقدر تشغل السيارة بالريموت كنترول، تفتح الأبواب يمين وشمال، تفتح الشنطة، تفتح الأبواب، تقفل الأبواب بالكامل. فهذه حركة جدا جميلة. أبى أفتح الشنطة بس ما شاء الله الباب فارع الطول، فخايف أضرب في السقف، لكن برضو حنجرب. ما بدي احكيكم ما شاء الله يعني لا اشار اللي كنت خايف منه صار السياره شويه قريبه للخلف، وقف لانه قرب مره من الجدار فوق، لكن عندنا هذا الريموت كنترول فتح وقفل البابين من اجمل ما يمكن. في عندنا ستاير صرفيه البنزين 10.8، وفي ستاير خلفيه يدويه لفوق وتحت، ستاير جانبيه، القزاز مفتح زي اللي تفتكروا من زمان الجموس القديمة أو بمفصلات، فيتفتح بزاوية للخارج اللي برا. إيش في عندنا تاني؟ إيوه الكرسي، خلينا نقرب شوية نشوف داخلية السيارة. معلش أنا آسف خلينا نقرب بالكاميرا. طبعا هنرجع على موضوع الفئات حسب توفر المواصفات. طيب الإضاءة الداخلية بصراحة يعني جميلة جدا على السيارة، طيب يعني بتعمل فعلا مود لذيذ ورائي. الكراسي في بعض الفئات طبعا هنا تشيل 7 أنفار 8 أنفار 9 أنفار 11 شخص ونفر حسب الفئة اللي موجودة. الأبواب كهرباء، عندكم هنا تبريد وتسخين الكراسي، وعندكم عملية انه الكرسي يتقدم للأمام للخلف، عندكم هذه زي الطيارة واحد ممكن يحط فعلا يحط راسه ينام في الخلف، تكييف خلفي علوي، حنخلي الكاميرا تقرب كمان وتصد لكم تشوفوا فتحات التكييف، عجبتني انها واصلة في الصف الثاني هنا وللصف الثالث، بس ما هي للثالث مرة ورا هناك، خلينا نشوفها يمكن نقرب منها شوي نشوف وضعها ايش بالكامل. السماعات بوس سيستم. ايش في عندنا شيء ثاني؟ عندنا شواحن كهرباء في كل مكان، ادراج في كل مكان. ايوه ايش كنت بقول؟ افتكرت. في بعض الفئات ممكن تقلب الكرسي بحيث انك تعمل اجتماع، لو عندك مثلا اجتماع عمل طالع في مهمه عمل في مشروع المقاولين وبيتفاهموا في حاجه زي كده، فتلاقيهم مرجعين الكراسي المهندسين وقاعدين يتكلموا اي خرائط حاجه بيشوفوا مع بعض. في من ضمن المواصفات للاسف ما موجوده في الشاشه الاماميه الوسطيه، في تضغط على زر فتشوف كاميرا داخليه فتشوف الاطفال اللي جالسين في الخلف،
ايش بيسووا، اقعد يا ولد اقعد يا بنت. وممكن حتى كمان المايك تتواصل معهم بحيث يصير الصوت يسمعهم، تسمعهم ويسمعوك في الخلف بدون برضو ما تزعق لهم اقعد يا ولد واقعد يا بنت. بس للاسف هذا مواصفة ما هي موجوده في السياره هذه، ما اعرف اذا حتوفر في سوقنا او لا، لكن ارجعوا للوكلاء. بس قلنا الكرسي يتحرك 10 سنتي للامام وحسب وضعيات اللي تبغاها، حسب الفئات بتكون موجوده. شوف كيف، خليني اقرب الكاميرا. في على اليمين هناك في عندنا تبريد وتسخين الكراسي، الظهر، خلينا نحاول اوريكم حاجه بسيطه. فعلا كنا قاعد في الطائره، الزرير موجوده. لو كنت بقول الكوريين اتعلموا من الالمان كثير اشياء وطبقوها وجايبين حتى زي بيتر شراير المصمم الالماني، مصمم اودي. الحديد الصلب كان معتاد حديد صلب عالي، بنتكلم على حوالي 53 إلى 55%. عندنا هنا 9 ايرباقات، 6 امامية وجانبية كاملة. فتحة التكييف جاية في الوسط هنا، والوراء جاية للخلف تماما. مع اني كنت اتمنى انه يكون في جزء ثواني في جزء يكون خلفي اكثر، فتحة التكييف اقرب لورا. المأخذ عندي، خليني اوريكم في الامام كمان مقدمة السيارة. دقيقة، عندنا هنا كمان مكان للاكواب، وتحتها شواحن كهرباء عفوا، في تسخين وتبريد الكراسي. اعتقد السياره هذه حتاخذ حصه كثير من، اذا تكلمنا على الفانات اللي في السوق، فعندنا هوندا وعندنا كيا اكثر فانين. اتوقع السياره دي حتدخل تاخذ نصيب لا باس فيه ابدا من سوق الفانات، لانه هوندا عندهم فانين، عندهم الاوديسي والاوديسي جاي، الاوديسي الصغيره هذه حتدخل شويه تاخذ له مكان. مكان هنا نعلق فيه علاقه الملابس، الجاكيت، ممكن تعلق الجاكيت، ادراج. ما احب اوضح لكم في حاجه بالانجليزي يسموها ستيتنج ذا اوبفيوس، ما احب اوضح لك شيء واضح قدام عينك لانه انت شايفه، وانا احب اتكلم على اشياء تحت الجلد. فحنختصر لكم السياره هذه باشياء جدا لطيفه ظريفه، شرحنا لكم المواصفات اللي موجوده في السياره دي، قد لا تكون موجوده عندنا هنا لكنها موجوده. الكراسي عندنا مساحه جلوس خلفيه، الكراسي كمان ممكن تطبق في فئات منها تصير كانها سرير، فممكن يصير فان عائلي او تبغى تحط بضائع، تبغى تحط اي شيء فيه بالكامل. الكراسي قلنا تتقدم 10 سنتي. بعض المواصفات الجميله للاسف ما هي موجوده هنا، لكن اتمنى ان شاء الله تتوفر قريبا في سوقنا. حديد صلب، ارباقات، مناطق عمياء. خلينا نتكلم على قدام على الاشياء اللي انا شايفها مميزات، وما بدي اسميها عيوب بس اتمنى انه يتم الانتباه لها. خلينا نتقدم للمقدمة، اعتقد كده الموضوع سهل وواضح. طبعا ما شاء الله زي ما قلنا ارباقات كاملة. شوف هنا ستارة خلفية، وحتى من هنا زي ما قلنا مفصلات الشباك لو حابب انه يفتح التهوية. شوفوا يا جماعة الخير، انا قاعد في الصف الثالث، انا عادة نادرا ودائما اتفادى اني اقعد في الكرسي الثالث، وعادة اتفادى اقعد في الكرسي الثالث، نادرا ما اقعد في مستريح، نادرا يعني نادر جدا. بس شوفوا ما شاء الله المساحة هنا. دقيقة، واحد اثنين، نتكلم على دقيقة، واحد اثنين ثلاثة، 13 اصبع مساحة. الصف اللي ورا دقيقة، 5 اصابع، اثنين، نتكلم على دقيقة، 5 مضبوطة كده، 5، خلينا نقول كده، في عندك مسافة تقريبا 7 اصابع مساحة جلوس الخلف مستريحة. فتحات التكييف، الارباقات هاي، فتحات التكييف موجودة هنا بتوصل الهواء للخلف فعلا، بس كنت اتمنى انه يكون مكان الله يسعدكم اقرب لهنا، لهنا او لهنا، بحيث انه يوصل فعلا التكييف بالكامل. في عندنا يو اس بي تشارجر هنا، يو اس بي تشارجر هنا، مكان لكوبين مويه هنا ودرج، مكان لكوبين مويه ودرج. الاضاءة ما شاء الله وصل في الخلف من اجمل ما يمكن. ومكان لكراسي الاطفال الله يسعدكم، الايزوفيكس على الكرسيين موجوده الاماميه. ورا ما في ايزوفيكس، لكن معمول الايزوفيكس يكون موجود عندنا هنا في الكرسيين هذه، حق الايزوفيكس اللي هو مكان تثبيت كرسي الاطفال. التكييف العلوي موجود، نفس الماتيريال الماء الخامه حقتها حلوه، سماعات، المكيف بارد، وفتحتين سقف اماميه ووسطيه او اماميه وخلفيه، مش هنخسر بعض يعني. طبعا من ضمن المنافسين في سياره بالساقطه شويه كده في النص، يعني مرغوبه ومطلوبه بس ما بتبان كثير، عندها المرسيدس الفيانو او الفي سيجمنت.
موجود في نوع فخم وفي نوع موجود منها تجاري شويه، هذا حتدخل منافسه. وفي عندنا البوجو، الفان البوجو كمان الديزل، هذا برضه حتدخل منافسه معهم. فعندنا الهوندا الفانين، وعندنا الكيا الجراند كارنيفال، وعندنا البوجو فان، وعندنا المرسيدس فان. هذا تقريبا الفانات، سوق الفانات الموجود في السعوديه على وجه الخصوص او في الخليج بشكل عام. وهذه حلاوه السياره تشبه كثير من زمان، نزلت في التسعينيات زمان غلطان المونو سباس، فكانت شكلها كده رياضي فضائي، فاخذ نفس الشيء. من ضمن الاشياء الحلوه كمان في الكرسي هذا، راكب الكرسي ده مدلع جدا، فغير انه يقدر نبرد الكرسي، غير نقدر نعمل ريكلاين الظهر يرجع بالكامل والارجل ترتفع كلها، ممكن كمان زي سيارات الفخمه الميباخ نضغط على الزر حق الكرسي الامامي نحركه، وهعمل لكم ديمونستريشن، هعمل لكم توضيح عليها الان. تسخين الكرسي، تبريد الكرسي، الفول ريكلاين، والزر اللي بالخلف عشان يرجع الكرسي زي ما كان. طيب الان اذا رجعناه كده اوكي، خايف ارجعه كثير انام ومن هنا الله يسعدكم تقديم الكرسي الامام، تقديمه للامام فعلا بصراحه ظريفه جدا على سعرها. في عندنا هنا، خلينا نرجع كرسي ثاني مكانه، عندنا هنا كمان للارجل، السندات الارجل ترفع من هنا من الجنب، رجعها ثاني. ترى احنا يكون مو نايم كويس وشارب قهوه كثير، فيخاف اي حاجه تريحه فينام، فعشان كده بكرامته. حابب اديكم معلومه تاريخيه، عارفين سماعات بوز ليش اسمها بوز؟ لانه الله يسعدكم اللي اخترعها كان ماده بوز طول الوقت، فعشان كده سموها بوز. ترى معلش هذا متاثر قهوه، فلا تاخذوا المعلومه دي طنشوها بس، يعني خذوها معلومه جانبيه من كيس.com، مصدر المعلومه دي كيس.com الله يسعدكم، لانه كان ماده بوز طول النهار فسموه بوز. تعرف الخواجات مو فاهمين فين بوزك، بوزك على طول مسكت هناك مع بوز. طبعا عندنا هنا الله يسعدكم كوبين مويه، اثنين يو اس بي، قلت لك مسارة دي مليانه درج او درج، هنا درج، هنا درج، هنا درج، هناك درجين ورا، ادراج اماميه اثنين جانبيه، ولسه كمان في نص الطبلون في كمان ادراج ثانيه، وغير الادراج الثانيه اللي في وسط الطبلون تحت، فيعني في حفله ادراج. خلينا ننقز قدام ونوريكم الادراج على صوره. عودة لموضوع الادراج، درج درج درج، وهنا الله يسعدكم كمان بس هنا الدرج معمول يعني الطفايه الحريقه يكون عندك موجود في الاسفل. والمفروض يكون في طفايه حريق بس شالوها شكلهم في الدمو. لازم شغل الاحراج يا اخي. طيب عندنا هنا راستكم الفينجر بريك او الاوتو بريك، وعندنا هنا جهاز فصل التحكم في التماسك، هنا المفروض يكون في مواصفات ثانيه بس ما هي موجوده. كوب مويه قهوه، عندنا هنا درج، عندنا هنا درج، بقول لكم هنا عندنا هنا درج ثاني، وعندنا هنا درج، عندنا هنا درج، وعندنا هنا درج بس هنا شاحن جوال، وعندنا هنا درج ثاني ما شاء الله عملاق في النص. الإضاءة ما شاء الله الليلية هي هنا كنت بقول لكم عليها من أجمل ما يمكن في جوانب السيارة في الكامل في كل مكان، فعلا بتديها الثيم كده رائع، روقان مرة. عندنا هنا الله يسعدكم درج مكان لكوبين موية، في درج هنا وفي بطن الدرج في درج ثاني كمان يدخل هنا. الآن في هنا شاحن جوال، درج شاحن جوال حبيت تقولوا، في مكان لكوب موية هنا لجنب السائق لأنه السائق عنده الكوب في المقدمة. عندنا هنا درج وولاعة واثنين شواحن كهرباء، وعندنا درج كمان تحت في الأسفل زي ما قلت لك محفل هذا الدراج. في بعض الدول هنا بيكون في عندنا هذه شغالة برضو بتقرأ لك بعض المعلومات. الآن خلينا نجي على جزئية مهمة هنا، هنا الكاميرات 360 درجة زي ما احنا شايفين. شوفوا هنا دخلنا ثاني مرة اللي انتم والفين عليها في السوناتا وفي هيونداي بشكل عام موجود عندنا هنا. طيب في عندنا هنا زي ما قلت التكييف الخلفي نقدر نتحكم فيه من هنا. اوكي هذا التكييف الخلفي شغل. اوكي. والتكييف الامامي موجود عندنا هنا قد شغال اهو. طيب الاوتو هولد، تسخين وتبريد كراسي السواق اللي جنب السواق نفس الشيء. تسخين القزاز الامامي او ازاله الغبش والضباب الامامي الخلفي. التكييف نعمله ريسايكلينج الهواء الداخلي عشان يصير ابرد. طيب عندنا ابل كار بلاي وبس بالسلك تشبك معنا.
ايش في عندنا الله يسعدكم؟ في بعض المواصفات في زر هنا تضغط عليه فيعمل لك كاميرا خلفيه فتشوف اللي في الخلف ايش قاعدين بيتكلموا او ايش بيسووا، تسمع كمان اذا حابب بالمايك يصير يتكلموا وتسمعهم. الواحد من الاشياء الجميله اللي عجبتني في هيوندي عمليه احترامهم لعمليه ايش بوصله القبله. وعندنا هنا الله يسعدكم بالسلك ابل كار بلاي والاندرويد موجوده. طيب ايش في عندنا شيء ثاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبي ورسول الله. ايوه واحده من الاشياء الجميله وانا سايق السياره كنت افعل خاصيه الثبات على المسار وكنت اشيل هديه كذا في السياره ماشي بخط مستقيم التبترونكس 8 سرعات الجير بوكس دفع امامي للاسف فقط. لكن هذا بشكل عام مواصفات السياره الموجوده عندنا كل شيء عاملين لك هو سبيس، يعني حتى ما في يد جير بقى زرير، كل شيء كانك بتتعامل مع تابلت مع جوال ذكي، كل شيء باللمس وكذا انت خلاص امورك مرتبه من اجمل ما يمكن. العداد الحين انا ايش عندي ملاحظاتي على السياره هذه الله يسعدكم، خلينا نتكلم بالشكل هذا. الان واحده من الملاحظات اللي عندي في بعض الملاحظات الثانيه او المواصفات، لما تفتح الباب الخلفي للسواق وفي سياره جايه من الخلف ما يفتح لك الباب حفاظا على سلامتك. انا عندي هنا الاختراع الجميل حق هيوندي لما اشغل الغماز يمين او يسار بيبان معايا المناطق العمياء اهي هنا يمين ويسار. طيب هذا المعتاد كلنا عارفين شيء ده. الان لو انا ماشي حسب المواصفات الموجوده حاليا او حسب يمكن اول دفعه في سيارات التجارب ما اعرف، لو انا ماشي وجايه سياره بتعديني من الجنب يمين او يسار ما هعرف، ما بديني الحساس انه خد بالك في سياره جايه بتعديك من اليسار. والبعض اللي بيستهتر ينسى يشغل الغماز يمين او يسار ممكن يعمل مشكله لانه نسي، فكنت افضل يكون في الحساس هذا بحيث انه المرايه تنور معاك، انه حتى لو انت ساهي ناسي تديك انت المرايه لمبه نور او هنا نور انه ترى في سياره جايه في الخلف يمين او يسار، حيكون شيء جدا رائع. العداد طبعا في لنا عده وضعيات في مشاهدته، بس انا هوريكم ليش حطيته بالشكل ده ديجيتال ارقام، لانه له اكثر من شكل تختار الوضعيه اللي تناسبك مع كمان وضعيه القياده بتختلف. بس لانه العداد حسيته شويه بعيد النظر عنك كسائق، يعني انا قاعد بسوق هنا طيب ايديه هنا بس عيوني هنا، فانا الحمد لله نظري كويس بس مو كل الناس نظرها كويس، وسبحان الله يوم تحس الجو غبار يوم انت صاحي عيونك تعبانه اي شيء، فكنت يا اما يكبروه شويه يا اما يقربوه شويه. يعني انا اعتقد انه رائع كل اللي سووه بس كان محتاج تكبير شويه العداد عشان وما عندنا هيد اب ديسبلاي، هذه كمان واحده من الاشياء. الان خلينا نكمل عمليه الله يسعدكم درايف مود. هي عندنا الوضعيه الاقتصاديه الرياضيه والعاديه. طيب الان خلينا نيجي ندخل على شكل الدركسون، عفوا شكل الدركسون شكل العداد. ثواني الواحد فصل التفجيرات خلاص، المعلومات كلها عندنا هنا. طيب هنا عندنا السرعه برضه نقدر نخلي السرعه، انا مخليها هنا ممكن نخلي السرعه عندنا هنا، بس اللي بتكلم عليه كله اخذ نفس الحجم، فهمت علي كيف؟ يعني يكون قد يكون انه بيكبروا السرعه كنوع من التوضيح اكثر في حال. ايش في عندنا شيء ثاني الله يسعدكم؟ لا مش الراديو، فين راح الدقيقة؟ أنا لخبطت. أيوه لوحة العدادات. طيب في عندنا اختيار الشكل الخلفية، حلو؟ في عندنا هذه الأولى. طيب هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، هذه الخامسة اللي أنا كنت حاططها، فهذه شكل عدادات. وطبعا بتتأثر زي ما قلنا الله يسعدكم بوضعية القيادة. الأحمر كمثال بسيط، الأحمر شوفوا السبورت، هنا حطينا سبورت، يعني العدادات الوضعية هنا بتكون باينة معانا، لكنه الوضعية نفسها أنا حطيتها على شكل كيوب المربعات دي، لقيت انه قد تكون اسهل في النظر، عداد السرعه يبان احيانا ما تقرا في العداد الدوران ما يكون واضح خصوصا اذا الشمس قويه في عينك، هنا حتكون اوضح بكثير. طبعا نقدر نفتح الباب الخلفي من مقدمه السياره من السقف، ونقدر نفتحه بالريموت كنترول. الكراسي تتقدم لقدام او ممكن نطبق هنا نحط عفش اي شيء، نحرك الكرسي لقدام عندنا مساحة. في بعض السيارات اللي اقل فخامة ممكن كمان تطبق الكرسي الثاني فيصير عندك ما شاء الله مساحة شاسعة في التخزين.
وممكن تعملها سرر مع مكاننا تحط فيه اي شيء، طالع بيكنيك، نزهات، تخييم، تقدر تسوي فيها. الاضاءه الخلفيه بصراحه واحده من اشياء الاضاءات الجميله في السياره، مساحه التخزين عملاقه، اضاءه جميله. هحاول اشغل لك مية ثانيه واحده. طبعا هذا كمان بيخفي غير الجناح، الجناح غير الكاميرا بيخفي جناح كامل، المساحات مخفيه. هحاول اشغل لكم اللمبات الاضاءه كامله. طبعا طلعت لمبة الريفرس حاجة كتكوتية مرة صغيرة هنا كده، الله يسعدكم. هذه ما اعرف ليش ما هي شغالة، خلينا نرجع نشوف مع الوكيل ايش وضعها. لو كنت اتمنى لو كلها شغالة كده، هي كده اوريدي انا شايف انه دخلت منافسة مع الاسكاليد وتفوقت عليها، اما لو كلها منورة عاد يعني. فهذا بشكل بسيط السيارة. خلينا نروح نجرب، ما بدي اسميه تسارع بس اجرب ادائها يوميا كيف على الاسفلت وعلى الطريق. جماعة الخير، قبل ما أقوم بالتسارع حابب أشكر حلبة دي سكوير في جدة، فمشكورين، أعطونا ما شاء الله رنوي لذيذ رايح جاي. هنا حلبة دريفت ودائما ما شاء الله نلاقي فينا كثير من التجارب بتتم، فحابب أشكرهم على إتاحة يعني ادونا فرصة اليوم كده إيش نلعب شوية كده، والحمد لله بلعب لوحدي. تعرف يلا جاهزين؟ أنا عارف السيارة ما حق التسارع سيارة عائلية، بس ما يضر نعطيكم عينة من تسارع السيارة. ما شاء الله عزمها حلو، وبعدين ما شاء الله فراملها وثباتها رائع. خلينا نغير الوضعية الرياضية. يلا بسم الله. مستر كاميرا مان راسك في الكرسي ولا حتقعد تزعبب علينا بعدين؟ والله قايمين تفحيط. كل حاجة طارت ورا ما شاء الله تبارك الله. يعني هرجع اقول ما هي مكان يعني انه السياره ميل للتسارع، بس بديكم عينه سياره عائليه هذه، بس ما شاء الله تبارك الله. الحين هرفع رجلي وافرمل. والله فرامل حلو. التسارع جابت 147.1 كيلومتر الساعة، وعفوا السرعة، الخصر وصلنا لها قبل ما انا افرمله، لكن ما شاء الله مكمل السيارة. من 0 ل 100 في 4 ثواني ونص 4.54 في 44 متر، من 0 ل 100 في 9.97 وفي 170 متر جابتها. فهذا الحين التسارع. خليني اقيس لكم نسبة الازعاج، الله يسعدكم. الازعاج السيارة ونشوف كيف ايش تزبط معنا اليوم. ما شاء الله عزمها ممتاز. نسيت اقول لكم انه كمان في الفورمولا 1 وكانت في طائرات هليكوبتر بتصور الموضوع من فوق وحقت الاسعاف، وكانوا هنا جو كانوا مهبط هنا الاثنين ما شاء الله جو الهليكوبترات عشان الفورمولا 1. خليني اجرب الرن واي ذا ثانول. الرن واي ذا سلام، يا ريت اطول من كده شويه بس اقلع الطائرات، لانه فعلا في كم سياره في قلبي ابغى اخذها في رن واي، ما ينفع على حلبات. نسبة الإزعاج على فان 68، وأعلى شيء جابت 70.4، 68 ديسبل إلى 70 ديسبل، 70.4 هذه نسبة الإزعاج اللي جابتها. بصراحة على فان أنا أعتبره نسبة جدا ممتازة، في سيارات سيدان كثير على 66 67 ديسبل، فعلى فان عائلي أنا أعتقد أنه نتيجة كويسة. نلخص، سيارة حلوة، فان حلو، فان رائع ممتاز، في مواصفات جميلة. السعر زي ما قلنا من 109 تقريبا الى 149,000 اعتمادا على مواصفات. بعض المواصفات ناقصه في منطقتنا اتمنى انها تتوفر. العداد شوي، كميه ادراج ومساحه جوا خياليه، وشواحن في كل مكان، شاحن ودرج، شحنين ودرجين، ثلاث شواحن ودرجين وثلاث ادراج بالشكل ده. مناطق عاميه وانا ماشي ما في. طبعا السياره ما شاء الله لما يكون في خطوط بيضاء بتقدر بتوزن نفسها بين الخطوط البيضاء تماما، وفرامل ممتازة بتنبهك، الرادار أمامي ذكي، يعني بتعمل أشياء كثير ما شاء الله رائعة في السيارة. عزل الصوت لا بأس فيه،
لكن يبغى انا متوقع السياره هذه لو نافست في بعض المواصفات الاضافيه من ناحيه الدلع اعتقد السياره والسعر حتعمل شغل جبار في السوق وحتسحب البساط من سيارات ثانيه كثير عائليه موجوده. اداء 6 سلندر رائع. اذا تجي كمان محرك تمام، لو جابوا محرك الاربع سلندر التوربو ديزل في السوق حياكلوا حصه يعني جباره جدا من السوق من المنافسين. ونرجع نقول شكرا لحلبة ذي سكوير انهم اتاحوا اليوم ادونا فرصه نجرب السياره. شايفين المناطق دي كمان الاوف رودينج حق تجربه الويل ارتكليشن ارتفاع الكفرات نزولها. بكره ان شاء الله حيكون عندي تجربه السياره هنا جاي كده. ما هي انها في صحراء والاوف رودينج وتطعيس بعض الشركات ما تحب انك يعني تتكى على السياره كثير، فما يمنع نجي هنا شويه ايش على قليل على خفيف كده ولو على اقل مجهود انه نشوف كيف اداء السياره في الصعود والنزول وحركه الكفرات. شكرا لك.